بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلابي الأعزاء، نلتقي اليوم في المحاضرة الخامسة من مادة بحوث العمليات. هذه المحاضرة نتناول فيها بعض التمرينات على نموذج البرمجة الخطية. هنا مثال تطبيق الطريقة المبسطة اللي هي طريقة السيمبلكس في حالة التدني. ليكن لدينا البرنامج الخطي التالي اللي هو مان زد تساوي 2500 اكس 1 زائد 3000 اكس 2، وهنا عندي اس على سي اللي هو الاكس 1، والاكس هنا الاكس 1 هتكون اكبر من او اقل من او تساوي 30، وعندي اكس 2 اقل من او تساوي 20، واكس 1 زائد اكس 2 اقل من او تساوي 60، واكس 1 واكس 2 اكبر من او تساوي 0، بحيث يتمثل هدف المؤسسة في تدنيها تكاليف إنتاج المنتجين X1 وX2 تحت القيود المفروضة على العملية الإنتاجية. ملاحظة أن التعامل مع البرامج الخطية في حالة التدني تختلف نوعا ما عن حالة التعظيم، بحيث أنه في حالة التدني تكون القيود في شكل مترجحات من شكل أكبر من أو يساوي، وفي هذه الحالة من أجل تحويل المترجحات إلى شكل معادلات للحصول على الصيغة القياسية استدعى إضافة متغيرات فجوة بإشارة سالبة اللي هي S C J، ومتغيرات اصطناعية بإشارة موجبة اللي هي زائد R J، والتي يجب أن تكون معدومة في جدول الحل الأمثل، كما أنها تضاف إلى دالة الهدف بمعاملات الإم وهي تمثل أكبر عدد ممكن، والأمر الذي يجعل مبادئ البرنامج الخطي محققة، إذ أن تحويل القيد اللي هو مثلا هنا الإكس 1 زائد الإكس 2 أقل من أو تساوي 100 مثلا إلى الصياغة القياسية بإضافة إلى متغير الفجوة بإشارة سالبة، ويصبح الإكس 1 زائد الإكس 2 ناقص الإس 1 تساوي 100، ويخل بمبدأ عدم السلبية المتغيرات في الحل القاعدي في الحل القاعدي الذي تقوم فيه قيمة المتغيرات الأساسية معدومة اللي هي الإكس 1 تساوي الإكس 2 تساوي الصفر، وفي هذه الحالة تكون قيمة المتغيرات الفجوة تساوي إلى قيمة سالبة اللي هي الإس 1 تساوي 100، وهذا غير منطقي بحيث لا يمكن أن تكون قيمة هذه المتغيرات سالبة، ولهذا استوجب إضافة متغير اصطناعي إلى القيد في صياغته القياسية لتحقق مبدأ البرمجة الخطية. سيصبح القيد على الشكل اللي هو X1 زائد X2 زائد S1 زائد R1 تساوي 100، وبناء على ذلك يتم تحويل البرنامج إلى الصياغة القياسية بإضافة متغيرات فجوة إلى مختلف القيود بإشارة سالبة ومتغيرات اصطناعية بإشارة موجبة، ليصبح على الشكل التالي اللي هو مان زد تساوي 2500 X1 زائد 3000 X2 زائد MR1 زائد MR2 زائد MR3. وهنا عندي الاس مقسوما على السي، هنا الاكس 1 ناقص الاس 1 زائد الار 1 تساوي 30، وهنا الاكس 2 ناقص الاس 2 زائد الار 2 تساوي 20، وهنا الاكس 1 زائد الاكس 2 ناقص الاس 3 زائد الار 3 تساوي 60، وهنا عندي الاكس 1 والاكس 2 اقل من او تساوي الصفر. وبناء على ذلك يمكن البدء في عملية اعداد جداول الحل بطريقة السيمبلكس وفقا نفس المبادئ المذكورة سابقا وفقا للخطوات التالية. اولا الحل القاعدي اللي هو جدول الحل القاعدي، هنا جدول جينا سطرناه، هذا جدول المعتاد نفس المثال اللي في المحاضرة السابقة، هنا الجدول بتاع الحل القاعدي شرحت عليه هنا، قلنا هذا الجدول لا يمثل الحل الأمثل نظرا ليكون قيمة زد كبيرة جدا مع وجود معاملات سالبة في سطر السي جي ناقص زد جي، وبالتالي يجب تحسينه وذلك باختيار أكبر عدد بالإشارة السالبة في السطر سي جي ناقص زد جي لتحديد المتغير الذي يدخل إلى القاعدة، وفي المقابل نختار المتغير الخارجي باختيار أقل نسبة للمقدار اللي هو البي واحد والاي بي وفق نفس الخطوات المتبعة في حالة التعظيم، فيكون بذلك المتغير الداخل هو الإكس آي لأن القيمة 2500 ناقص 2 M هي أكبر قيمة سالبة في السطر سي جي ناقص زد جي، والمتغير الخارجي يكون الآر آي لأن هنا هنقول المان اللي هي البي واحد على الآي واحد هتكون 30 على 1 60 على 1، هنا حتكون 30 على 60 حتكون 30 مع تجنب القسمة على الصفر في السطر التالي.
هنا ثانيا استبدال الحل القاعدي بإجراء العمليات على الأسطر وفق مبادئ الحل بالطريقة المبسطة بعد تحديد عمود الارتكاز وسطر الارتكاز وبالتالي تحديد العنصر المحوري. نقوم بإعداد الجدول التالي اللي هو جدول الحل القاعدي. هنا جينا عدينا الجدول أمامكم، نلاحظ من خلال هذا الجدول أنه لم يتم بعد الوصول إلى الحل الأمثل نظرا لوجود قيم سالبة في سطر سي جي ناقص زد جي، تمام، وبالتالي يجب تحسين الحل بإدخال المتغير X2 محل المتغير R2 وفقا للمبادئ المعمول بها في الخطوات السابقة. والجدول التالي يبين استبدال أن الحل القاعدي الثاني. نجول الجدول متاع 1 إلى 7 اللي هو جدول الحل القاعدي. هنا جينا سطرنا الجدول وحطيناه، نبغى نشوفه توا هل وصلنا للحل الأمثل أم لا. في شرحنا الخطوات متاعت الجدول من 1 إلى 7. هنا نلاحظ من خلال هذا الجدول أنه لم يتم بعد الوصول إلى الحل الأمثل نظرا لوجود قيم سالبة في السطر سي جي ناقص زد جي، وبالتالي يجب تحسن الحل بإدخال المتغير الإس واحد محل المتغير الآر ثلاثة وفق المبادئ المعمول بها في الخطوات السابقة. والجدول التالي يبين استبدال الحل القاعدي الثالث اللي هو جدول الحل القاعدي. هنا من 1 إلى 8 جينا هنا عدلنا الجدول أخرى من جديد ونشوف الملاحظات اللي صارا. نلاحظ من خلال الجدول 1 إلى 8 أن كل المعاملات في السطر سي جي ناقص زد جي موجبة أو معدومة، وأنه لم يبقى أي متغير اصطناعي في القاعدة، مما يدل على أنه تم الوصول إلى الحل الأمثل للبرنامج. ومن خلال قراءة الجدول نستنتج أنه يتعين على المؤسسة أن تنتج 40 وحدة من المنتوج اللي هو الإكس واحد و20 وحدة من المنتج إكس اثنين على التوالي من أجل تحمل أدنى تكلفة مقدارها 160 ألف، مع بقاء فائض في الموارد الأولى بقيمة مقدرة بعشر وحدات وهي قيمة المتغير الإس واحد، بينما يتم استغلال كامل للموارد الثانية والثالثة نظرا لظهورهما في جدول الحل الأمثل. الطريقة المبسطة الثنائية لحل البرمجة الخطية. إن عملية البحث عن الحل الأمثل للبرمجة الخطية بطريقة السيمبلكس في بعض الحالات تستدعى. هنا الطريقة المبسطة الثانية لحل البرمجة الخطية. إن عملية البحث عن الحل الأمثل للبرمجة الخطية بطريقة السيمبلكس في بعض الحالات تستدعى الاستعانة بالمتغيرات الاصطناعية، خاصة وفي حالة قيود المساواة ومن الشكل أكبر من أو يساوي، الأمر الذي يجعل عملية تحديد الحل الأمثل تتطلب عدد كبير من الجداول، كون أن الحل الأمثل يجب أن لا يحتوي على متغيرات اصطناعية، والأمر يزداد صعوبة في حالة وجود عدد كبير من القيود كونه يستدعى عدد كبير من الجداول لتحسين الحلول والوصول إلى جدول الحل النهائي. وتعتمد هذه الطريقة على تجنب استعمال المتغيرات الاصطناعية عند تحول البرنامج الخطي إلى الصيغة القياسية، ومن خلال ضرب القيود التي تأخذ شكل مترجحات بإشارة أكبر من أو يساوي في سالب واحد ليتحول إلى القيد من في شكل أقل من أو يساوي، وتحويل إشارات معاملات القرار بما فيها الطرف الأيمن للقيد، وفي حالة القيود في شكل معادلات اللي هي في شكل مساواة يتم تحويل القيد إلى قيدين أحدهما إلى شكل متراجحة بالإشارة أقل من أو يساوي والآخر بإشارة أكبر من أو يساوي، ويتم ضرب هذا الخيار في سالب واحد يصبح على شكل أقل من أو يساوي، وفي كل الحالات يصبح البرنامج سيكون على أقل أحد القيود يحتوي على قيمة سالبة للطرف الأيمن. ومن أجل توضيح مبدأ الحل بالطريقة نسعى للمثال التالي. هنا مثال لنأخذ البرنامج المعطى في المثال اللي هو 1-2. عندي المان زد، هنا عندي 2500 اكس 1 زائد 3000 اكس 2، وانا عندي اس على سي على اس اللي هو اكس 1 اقل من او يساوي 30 واكس 2 اقل من او تساوي 20 واكس 1 زائد اكس 2 اقل من او تساوي 60 واكس 1 واكس 2 اقل من او يساوي 0. لاحظ أن جميع القيود البرنامج من شكل أكبر من أو يساوي، ومن أجل تحويل البرنامج إلى الصيغة القياسية نقوم في خطوة أولى بضرب أطراف القيود في سالب واحد، فيصبح البرنامج على الشكل التالي اللي هو
المان زد تساوي على 2500 اكس 1 زائد 3000 اكس 2، وهنا الاس على السي اللي هو سالب اكس 1 اقل من او يساوي 30، وسالب اكس 2 حتجد اقل من او تساوي 20، وعند سالب الاكس 1 ناقص الاكس 2 اكبر من او تساوي سالب اس 60، واكس 1 واكس 2 اقل من او تساوي الصفر. وفي خطوة ثانية نقوم بإضافة متغيرات الفجوة إلى القيود فنحصل على الشكل القياسي للبرنامج كما يلي، اللي هي مان زد تساوي 2500 اكس 1 زائد 3000 اكس 2، وأنا عندي الاو اس 1 زائد الاو اس 2 زائد الاو اس 3، وأنا عندي السي على الاس اللي هي سالب اكس 1 زائد الاس 1 تساوي 30، وأنا عندي سالب الإكس 2 زائد الإس 2 تساوي سالب العشرين، وأنا سالب الإكس 1 ناقص الإكس 2 زائد الإس 3 تساوي سالب الستين، وإكس 1 وإكس 2 أقل من أو يساوي الصفر. هنا جدول الحل القاعدي اللي هو أنا عندي جدول، لوحظ أن من خلال جدول 1 خط 9 أن الحل ليس أمثل ولا يمكن تحسينه بالطريقة الملوقة اللي هو للسمبلكس، لكون معاملات اللي هو الاس جي في العمود البي اي سالب، مما يجعل الحل غير مقبول. وفي هذه الحالة فإن الطريقة البسيطة اللي هي الثانية الثنائية تسمح لنا بإمكانية تحسين الحل بطريقة تختلف إلى حد ما عن طريقة السمبلكس، كونها تعتمد على شرط الأمثالية الذي يضمن استمرارية أمثالية الحل وشروطه والملائمة التي تضمن وقوع الحل في المنطقة الملائمة. هنا 9 تحسين الحل القاعدي، يتم تحسين الحل القاعدي وفقا لهذه الطريقة كما يلي: 1- تحديد المتغير الخارجي عن طريق تحديد أكبر قيمة سالبة في عمود الطرف الأيمن، فيكون بذلك المتغير السي جي هو المتغير الخارج في هذه الحالة. ب- المتغير الداخل عن طريق حساب حاصل قسمة معاملات سطر السي جي ناقص زد جي على معاملات سطر المتغير الخارج السالب فقط، واختيار أكبر قيمة بالسالب لتحديد المتغير الداخل نظرا لأن دالة الهدف من النوع مان، وهنا حتكون عندي مان السي جي ناقص زد جي على الاي 3 اي سالب، وهنا عندي 2500 نقسمها على سالب 1 و 3000 نقسمها على سالب 1، حتجد عندي سالب 2500 ناقص 3000 حيعطيني كم؟ سالب 3000. فيكون بذلك المتغير الاكس 2 هو المتغير الداخل الى الحل، ويتم تحسين الحل بالعمل على الاصل وفقا للطريقة المعتادة في طريقة السمبلكس، فيكون جدول تحسين الحل كما يلي. هنا عندي جدول حطيناه، شنو لاحظنا من خلال هذا الجدول؟ لاحظ ان الحل المتواصل اليه من خلال الجدول اللي هو 1 الى 10 المبين امامكم ليس الامثل وغير مقبول نظرا لوجود قيم سالبة في الطرف الايمن اللي هو اس جي تساوي سالب 30، وبالتالي يتوجب عليه تحسينه بالانتقال الى جدول اخر باتباع نفس الخطوات المذكور اعلاها، فيكون بذلك المتغير الخارج هو اس 1 والمتغير الداخل هو اكس 1. هنا الجدول رقم 1-11 جدول تحسين الحل، لوحظ أنه من خلال هذا الجدول يبقى الحل ليس أمثل، لكن في هذه المرة هذا ليس راجح إلى عدم ملائمة الحل، بل راجح إلى وجود إمكانية لتحسين الحل ببقاء أحد المعاملات في السطر سي جي ناقص زد جي سالب، مما يسمح بإمكانية تحسين الحل بطريقة السمبلكس، لأن كل معاملات الطرف الأيمن بي آي موجب، وتحسين الحل في هذه الحالة بإدخال متغير السي آي محل الإكس 2 كون النسبة بي على الإي آي 3 هي أقل نسبة المقابلة للمعامل السالب اللي هو سالب 500 في السطر سي جي ناقص زد جي، ويكون جدول التحسين حل أمثل على الشكل التالي. كان وضحنا الجدول في 1-11، نشوفوا شنو لوحظ في الجدول. لوحظ انه من خلال هذا الجدول ان كل المعاملات في السطر سي جي ناقص زد جي موجبة او معدومة، مما يدل على الوصول الى الحل الامثل. كما لوحظ ايضا ان قيم الظروف الطرف الايسر موجبة، مما يدل على ملائمة الحل المتواصل اليه من خلال الجدول، وستنتج قيم الحل الامثل للبرنامج التي تمثل فيما يلي: قيم الاكس 1 والاكس 2 عند الحل الامثل تقدر ب 40 و20 وحدة على التوالي. بعدين عندي قيمة الاس 1 تساوي الى 10 وحدات، والتي تدل على بقاء كمية غير مستغلة من الموارد الاول، بينما عدم ظهور متغيرات الفجوة الباقية اس 1 واس 2 دليل استعمال الكلي للمورد الثاني والثالث في نشاط المؤسسة.
وعليه يتم حساب قيمة دالة الهدف عند الحل الأمثل من خلال الجدول إعلاه والمقدر ب 160,000، وهي نفس النتيجة التي توصلنا إليها في المثال 2 بتطبيق طريقة البي جي إم. أسئلة المحاضرة، طبعا انهينا هذه المحاضرة وختمناها ببعض الأسئلة. يطلب من كل طالب الإجابة على هذه الأسئلة كما موضح في داخل المحاضرة. السؤال الأول: قامت مؤسسة اقتصادية بطرح منتج جديد في السوق وتريد القيام بدعاية إشهارية على مستوى الإذاعة التلفزيونية والجراء من أجل الحصول على عدد أكبر ممكن من الزبائن، وبناء على دراسة ميدانية للسوق تحصلت على المعطيات التالية. أعطاك من المعطيات، ومن أجل المعطيات في هذا الجدول كتب لك: من أجل الدعاية يتوجب على المؤسسة أن تدفع على أكثر من $800 لكل دعاية بحيث تحقق ما يلي: 2000 امرأة على الأقل تشاهد أو تسمع أو تقرأ الإشهار. تكلفة الإشهار التلفزيوني لا تتعدى $500. أن يتم عرض 3 مقاطع إشهارية على الأقل على القناة الداخلية، و2 على الأقل على القناة الفضائية. عدد الإشهارات على مستوى الإذاعة أو الجرائد تقدر بين 5 إلى 10 لكل منهما. المطلوب: كتابة البرنامج الخطي الذي يحقق للمؤسسة أكبر عدد ممكن من الزبائن. السؤال الثاني: يعطي الجدول التالي المعلومات الخاصة بتوزيع استخدامات 3 مناطق زراعية من الأسمنت، ومساحة الأراضي الزراعية والمردودة الخاصة بالهكتار الواحد من المحصول. أنا أعطيتكم الجدول المطلوب: كتابة النموذج الرياضي للحصول على أكبر مردود ممكن من المحاصيل الزراعية والتي تتمنى إلى مختلف المناطق الزراعية، وذلك باستخدام الأمثل للكميات السماد الموجودة لدينا والمحددة في الجداول إعلاها. تنتج شركة الصناعة السيارات في 3 مصانع A و B و C، ويتم توزيع السيارات في 2 مركز للتوزيع تقع في 2 منطقتين مختلفتين، بحيث تقدر طاقة الإنتاج لكل مصنع اللي هو 1000 و1500 و1200 سيارة على التوالي، ويقدر الطلب على مستوى مراكز التوزيع اللي هي 2300 و1400 سيارة على التوالي، وتقدر تكاليف النقل من المصانع إلى مراكز التوزيع كما يلي: هنا المصنع A و B و C، وأعطاك منتجين اللي هو 1 و2. المطلوب: أكتب برنامج تخطي الذي يسمح للشركة بتدني تكاليف النقل من المصانع إلى مركز التوزيع.